لأب وأم الشهيد وعائلة الفقيد. كلهم كل أبناء الكتيبة أبناؤك يا عباس، كل أبناء الكتيبة أبناؤك يا عباس. ارفع راسك يا أبا محمود. نعم الموقف ونعم التضحية يا علي، لقد كانت لك مواقف وتضحيات سجلها التاريخ وسوف تخلد. لن ينساها الثوار ولن ينساها الأحرار في كل لقاء الدنيا، سوف تخلد وتكتب بماء الذهب يا علي. لقد كنت حاضرا للشهيد محمود أقسى وأصعب اللحظات، فهنيئا لكما هذه الخاتمة السعيدة.